سبحان الله الذي خلق فأبدع وأدهش العقول وأدهش العلماء والعلم بحد ذاته، فلم يخلق جل جلاله مخلوقا صغيرا كان أم كبيرا إلا وهداه لسبل عيشه، وزرع في فطرته ما يمكنه من التعايش والقيام بأعماله اليومية دون تعليم أو تدريب، ويصل إبداعه جل جلاله إلى أبسط مخلوقاته وأصغرها، ومن هذه المخلوقات النحل الذي يتبع نظاما تعايشيا مدهشا ومنظما بصورة تذهل العقول. وخصصنا لحضراتكم هذا المقطع لنعيش معا في صور الإعجاز في خلق النحل. النحل الذكر لا يعمل في خلية النحل وليس له دور فعال فيها، وعندما يلد النحل في فصل الربيع فإن أكثر الأولاد يكون إناثا ونادرا ما يولد الذكور، وإن ولد ذكر لنحلة فإنها تتخلص منه إما بقتله أو بطرده نظرا لعدم فائدته في الخلية، إلا طائفة يسيرة من النحل لخلية النحل أمير ومدبر أمور يتابع أمورها، وهو اليعثوب، والذي يكون جسمه أكبر حجما من باقي النحل وأحسن شكلا ولونا. ينقسم النحل في الخلية الواحدة إلى فرق، منها من يلازم الملك دون مرافقته، ومنها من يجهز الشمع ويصنعه، ومنها من يبني البيوت، ومنها من يسقي الماء ويحمله على متونه، ومنها من يكنس الخلايا ويتخلص من الأوساخ والجيف. وإن رأت النحلات نحلة دون عمل فإنها تقطعها وتقتلها لكي لا تعدي بقية النحل ببطالتها وتفسد باقي النحلات العاملات. أول شيء يهتم به ويبنى في خلية النحل هو مقعد وبيت الملكة، حيث يبنى بيت مربع شبيه بالسرير لتجلس عليه، ويحيط بها طائفة من النحل مثل الأمراء والخدم دون أن يفارقوها، ويضع للملكة ما يشبه الحوض المليء بأصفى أنواع العسل ليكون طعاما لها ولخدمها. ثم تبنى بعد ذلك باقي البيوت في الخلية على شكل خطوط متساوية شبيهة بالسكك بأشكال سداسية متساوية الأضلاع. والسر في بناؤها البيوت على شكل سداسي هو أن الأشكال السداسية إن وضعتها بجانب بعضها يصبح لديك شكلا مستديرا دون خلل أو فراغات، وهو المطلوب لبيوت النحل كي لا تدخل بين الفراغات رؤوس الإبر. في أفواه النحل حرارة تنضج ما صنعته من العسل لتزيده حلاوة ونضجا، ثم تقوم بدمجه في البيوت، ثم تغلق البيوت بالشمع المصفى، وإن ملأت بيوتها ذهبت إلى مكان آخر لتتخذ فيه بيتا لها وملأته بالعسل كما فعلت في بيتها السابق. فإن جاء فصل الشتاء وعجزت عن الخروج للمرعى لزمت بيوتها وأكلت مما ادخرته من العسل خلال الفصول الدافئة من السنة، لا تخرج الملكة لتجمع رحيق العسل كباقي النحلات العاملات، ولكنها قد تخرج للتنزه فقط وتلحقها طائفتها من الخدم والأمراء. وإن أصيبت بأذى من أي نحلة في الخلية خرجت منها ولم تعد ليلحقها باقي النحل، وتبقى الخلية فارغة إلا إذا حاول صاحب الخلية إعادة الملكة حتى لا يخسر خليته. يقتل النحل الملكات الفاسدات والظالمات ولا يلتزمن بأوامرهن، فسبحان الله.